والله بصي عايز اقول لك حاجه، انا دايما ده لاعب درجه اولى لاعب محترف، فدايما لازم تبقى مستوى الصفاره على اداؤه، يعني لما يكون مستوى اقل من الاداء شويه ده اللي بيوتر اللعيب سواء من الطرف هنا او من الطرف هنا، وبالتالي هو ده اللي بيوتر الملعب. النتيجه اصلا طبعا سلبيه، يعني نتيجه سلبيه بالنسبه للطرفين، لان المباراه تحصيل حاصل بالنسبه للاطراف كلها، تحديد من الاول للثامن، فما فيش مشكله خالص، واصلا احنا والزمالك ضامنين ان احنا خلاص من الاول للثامن، وبالتالي ده بيوجد سلبيه شويه في المباراه، وبيوجد سلبيه عند اللعيبه شويه. انما اللي بيوتر الدنيا ان هي بتبقى صفاره، لازم تبقى ايه يعني على مستوى بتاع ساعات كده، ما اقدرش احكم طبعا، لان الحكم مهما كان برده زي المدرب زي اللاعب وكده وبتاع، ممكن يكون اليوم بتاعه يعني في ديوف، فانا مش عايز لا تعليق. يعني المشكله اللعيبه الاساسيين دي بقى لها فتره ما لعبتش، لانها يا اما جايه كانت واخده راحه سلبيه بعد كاس العالم، يا اما اصلا راجعين يرجعوا واحده واحده في التمرين وكده، وبعدين جدول الدوري اتحط بزياده شويه بكثافه شويه عشان يخلص مجددا يعني، وبالتالي لازم انا اجهز اللعيبه دي، فمش هجهز ما عنديش فرص خالص، عندي ماتشين في المرحله دي اللي هي مش مهمه هم اللي جاهزين، فلازم اجهز اللعيبه دي عشان تجهز اللي بعد كده. المفاجاه النهارده ان الزمالك زي ما انت شفتي كده بلاعبته اللي هي مش على الساحه يعني كاسماء، عملوا مباراه الناس كلها بتتكلم عنها، وبصراحه ربنا يوفقهم، هم لو كان عندهم الثقه في النفس ان هم يكسبوا كانوا كسبوا. 13 لعيب عقودهم هتخلص 1/4، فاهماني حضرتك؟ اللعيبه مش عايزه توقع جديد للزمالك مع الوضع في الاعتبار ان اي لعيب موجود في مصر من الزمالك هيلعب في الزمالك، لكن هم كلهم اللي خدوا استغناءات بيلعبوا بره مصر، لو في مصر مش هيلعب غير في الزمالك، لكن احنا مش مستغنين عنهم كده اعتباطا، لا هم كلهم مش عاوزين يجوا 1/4، ما ياثرش بقى على ان انا بعمل فرقه جديده متوسط السن فيها يبقى صغير والكلام من ده كله، وانت زي ما شفت حضرتك كده المستوى السن عندنا عامل ايه؟ يعني انا بلعب باثنين ثلاثه من الكبار والباقي كله سن صغير.